أكثر من 5 أشهر مرت على اغتيال الفنان المعلمي، والأجهزة المعنية لم تتمكن من إلقاء القبض على المتهمين كافة، ما يضع الكثير من التساؤلات والتخوفات أمام اليمنيين من اضطرارهم لأخذ حقوقهم بأساليب وطرق أخرى هم لا يريدونها أصلا. نريد أن نقول للدولة أن لا تتخلى عن مسؤوليتها. المسؤولية مسؤولية الدولة، مسؤولية الأمين النائب العام، مسؤولية رئاسة الوزراء، مسؤولية رئيس الجمهورية، أجهزة الأمن، وزارة الداخلية. إذا تخلت الدولة عن مسؤوليتها في حفظ الأمن والأخذ بالحقوق والأخذ على يد الظالم، وإذا تخلت الدولة عن أنها تلاحق القتلة وأولئك الذين عاثوا في الأرض فسادا، فإلى من نلجأ؟ إلى من نحتكم؟ المحتجون من زملاء المعلمين طلبوا الأجهزة الأمنية والقضائية القيام بواجبها كي لا يلجأ الناس إلى اتخاذ أساليب أخرى لأخذ حقوقهم، متهمين إياها بالتقاعس في واجبها. وقفتنا اليوم إذا تم إفراج القاتل، فبكرة بعده حيقتل أي شخص آخر ويتم إفراجه ودفع الدية وكل شيء بسهولة، يعني وكأن دماء الناس هباء منثورة للأسف الشديد. ولكن نرجو إذا تم القصاص لقتلة الفنان سامو المعلمي سيتم هنالك ردع لكل من ينوي قتل أي مواطن يمني شريف. مكتب النائب العام استدعى البعض من المحتجين وزملاء المعلمي والذي وعدهم بملاحقة الجناة المتبقين وعدم الإفراج عن المتهمين. احنا دخلنا للأسف الشديد ما لقيناش النائب العام، لكن استقبلنا القاضي عباس مدير مكتبه، ووعدنا انه ما ذكرنا في البيان انه باذن الله يتحقق انه سرعه القبض على المتهمين الباقيين وعدم الافراج عن المتهمين المقبوض عليهم، لانه في اشاعات ان النيابه الجزائيه تشتفك واحد من المسجونين، هم اثنين مسجونين فقط لا غير، واحد يشفكوه كنا يتحفظوا عليهم ويحققوا معاهم. وكمان طالبنا انه سرعه البت في القضيه. سامو المعلمي عرفه الكثير من خلال اعماله الفنيه والادبيه في مجال التمثيل. اغتالت عصابة قطاع الطرق في أواخر رمضان المنصرم في منطقة صرف محافظة صنعاء، وصد استياء واسع من قبل الأهالي وزملاء الشهيد ببطء الإجراءات والمحاكمة للمتهمين. يحيى الهادي، اليمن اليوم، صنعاء.